جمال ساحر وحضور ملفت هو ما تسعى إليه كل عروس لتجذب الأنظار إليها ولتذهلهم بجمالها الفاتن فتكون أميرة لفارسها. فتلجأ العروس عند اقتراب موعد زفافها لعيادات التجميل والنوادي الرياضية، فتضع جل اهتمامها في أن تحصل على جسم ممشوق وبشرة صحية ومشرقة. أحب أقدم نصيحة بس للعرايس أو المقبلات على الزواج عامة، يكون قبل بوقت 3 شهور أو إلى 4-5 شهور من تحديد يوم الفرح تيجي ترجع تراجع الأخصائية، نشوفها إن جنرال، نشوف الشعر، تنظيف البشرة، هل هي إيش محتاجة أو ما هي محتاجة، على أساس ما يجي يوم الفرح تكون باهتة أو تعبانة وهلكانة. طبعا لما يكون المنتج منتج طبيعي، يعني مشبع بالزيوت الطبيعية ومكوناته طبيعية جودتها عالية عضوية، بالتأكيد إنها راح تنعكس على البشرة والشعر، وهذا اللي إحنا ننصح فيه له. إحنا مشاركين في معرض ليلة زفافي، بنحاول نوصل فكرة إنه الحياة الرياضية ونمط الحياة الرياضي كيف ممكن تستفيد منه كالعرسان والمقبلين على الزواج، كيف ممكن تحسن من نمطك الحياة ونمط الرياضي بشكل عام وتوصل لأفضل ليفل بحول الله، مع أنك تكون في تغيير حياتك، يعني أنت داخل على زواج تغيير حياة، فبنحاول ندمج هذا في هذاك مع بعض. تنوعت القطاعات المشاركة بمعرض ليلة زفافي، لا سيما القطاعات الطبية كعيادات التجميل وصالونات التجميل والأندية الرياضية. طبعا دائما العريس والعروس يبغوا طلة بهية، طبعا عارفين الدراسات بتقول أنه 60% من طلة البني آدم في أسنانه، تمام؟ إيش نصايحنا للأسنان؟ أول حاجة إذا حابين مثلاً أنتوا تعملوا قص اللثة أو أنكم أنتوا حابين عملوا أي عمليات تجميل لثوية، تمام؟ ننصح بالليزر لأنه الليزر بيكون الشفاء تبعه أسرع. في نفس الوقت ننصح أنك تكون قبل بشهر من الفرح تبعك. ليش؟ لأنه دائماً إحنا خلال الشهر هذا بيكون في عملية الشفاء، فبتكون النتيجة أحلى كل ما كان الشفاء أفضل. بالنسبة للعرسان أو حابين يكون زفافهم قريب إن شاء الله، الناس اللي يكون عندها ضعف بالنظر بتحب تستغني عن النظارة، تعمل تصحيح نظر على أساس إنه تصحيح النظر بيكون مريح، يعني بيغنيهم عن النظارة، بتعمل شهر عسل، بيطلعوا بيتمشوا، بيمارسوا أنشطة مختلفة بدون قيود النظارة. وطبعا بالنسبة للعرايس تحديدا يعني يقدروا يشرفونا في العيادة، عندنا برضو في استشاري وفي أخصائيات بحيث ان هم يقدروا ينصحوهم ايه هي تحديدا الحاجه اللي هتكون مفيده لهم اكتر بالنسبه للزفاف، يعني بحيث ان هم لو في اي حاجه محتاجينها مفيش عليها عرض يقدروا برضو ان هم يدوهم خصومات زياده، بحيث ان هو ايه في الاخر يصب في المصلحه العامه ليهم. يعني شهد المعرض اقبالا لافتا للزوار، والذي بدوره يؤكد على مدى اهتمام المعرض بتوفير جميع الاحتياجات للعروسين. أنا بنصح العرايس أو بنصح أي حد يريد أنه هو يخفف وزنه بزيارتنا في المركز، الفحص والاستشارة بتبقى مجانا تماما، بنقدر نعرفه هو محتاج نزول كم كيلو بالضبط، عنده دهون قد إيه محتبسة موجودة في الجسم، بنعرفه السوائل اللي موجودة في الجسم، نسبة العضلات اللي موجودة، نسبة الأملاح اللي موجودة في الجسم. شايفة المشتركات البوثات جدا رائعة، تفيد كل عروسة وكل مرأة، لأنه في فساتين وفي محلات كوش أفراح ومحلات شوكليت، منتجات كثيرة عندنا من ضمنها العود والورد والصنوبر والصندل والباتشولي، وعندنا أشياء خاصة بالطراح والمخدات وهذه الشراشف وكلها صناعة فرنسية. يحقق المعرض سنويا تقدما ملحوظا، والذي بدوره يساعده على الاستمرارية من موسم لموسم آخر ليلاقي انتشارا واسعا ونجاحا باهرا. لقناة اقرأ، لمى الشهري، جدة.